بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Attaching Resources راح نتكلم عن التاب بتاع الداتا، المنيو اتكلمنا عنها، الريسورسز يا جماعة. ريسورسز واحدة من ضمن النقاط القوية جدا. الجانب بتاع الريسورسز ده بمنتهى البساطه ليه قيمه في الانستراكشنال ديزايننج، ان انت بتحاول تدل اليوزر على مراجع، مواقع، حاجات ممكن تديله هو مصادر الثراء عشان يحاول يثري معرفته. ممكن تشاور له على رابط، ممكن تعمل له ابلود لفايل، صوره، مقطع صوت، ايا يكن الشيء اللي انت عايزه. ده الجانب الخاص بالمصادر، ده تعتبر مراجع وممكن للاستزاده وممكن تكون للفحص والتمحيص يعني. فده تجيب علميه قويه جدا بالله يا جماعه. الجانب ده كان خاص بالديسكريبشن، ضغط نصر بيظهر زي ما احنا شايفين في البريفيو ادي ريسورسز، بيقول لي هير از سام يوسفول لينكس في يور اون دوكيومنتس، يعني لينكات ومستندات لو انت عايز ممكن تغيره. طبعا في اللايف بريفيو الكلام ده بتغيره ابتدي يظهر هنا عادي جدا، جاست رايت كليك في النص على رمز الهاند او تضغط على علامه الاد ديت، فبيبتدي يدي لك الاد ريسورس. طب معاك تايتل العنوان بتاعك، ولنفرض مثلا هاو تو ديزاين ويب سايت مثلا، و يو ار ال جاست كليك مثلا كنترول في، ان انا مش عايز اعمل تيست هعمل سيف على طول. هتلاقي ان ادي اللينك بتاعك موجود، جاست بمجرد ان انت تعمل كليك عليه هيوديك دايركتلي على الويب سايت تبعك. او انا هضيف مصدر تاني المره دي بس من فايل يا جماعه، ملف اعمل براوز وابتدي احدد بالظبط وين هالملف اللي انت عايز ترفعه. جاست مثلا ملف تكست نيو تو ملف تكست، اعمل اوكي وسيف ماشي من اعمل اوكي. وانا عملت بريفيو الانتر بروجكت اروح جاست كليك على الجانب الخاص بالريسورسز بتاعي ديت، اضغط عليها واضغط كليك ابتدي. طبعا يقول لي لا اللينكات ديت مش شغاله، طبعا سي لاني اللينكات بتشتغل لما تجمع الميديا بتاعك كلها. طبعا الناس فهماني طبعا انا اقصد ايه، لازم تبقى كل اللينكات موجوده، فاحنا نرابط الحاجات من على سطح مكتبي وفي حاجات موجوده في اماكن مختلفه، فعشان كده الجانب ده مش راح ينفع في البريفيو. الكلام ده يحصل في الببلش، في البابلش بياخد نسخ كوبيهات من اماكنها وبيحطها في الكونتنت بتاعك. فعشان كده بالله يا جماعه ناخد بالنا كويس خالص واحنا بنعمل بريفيو، اسف، واحنا بنعمل ببلش، ان احنا نعمل ببلش على مساحه او على جزء من البرشن بيكون في مساحه كبيره لو كان البروجكت بتاعنا حجمه كبير، وبالذات لو كنا مدرجين في ميديا مختلفه بريزوليوشنز مختلفه، ولو كانت خصوصا فيديوز حجمها كبيره شويه، لان طبعا ايه هيحاول ياخد كوبيهات طبق الاصل ويحطها في المكان اللي انت بتعمل فيه، في الفولدر اللي انت بتعمل فيه ببلش. ها ده الفكره يا جماعه. طيب ده الجانب اللي انا كنت بتكلم عنه في القصه بتاعت اد ريسورسز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.